العمل الصالح جلاب للسعادة، طارد للشقاء. وكلما كان العبد أعظم عناية بالعمل الصالح كان ذلك أعظم في تحقق سعادته. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الهنيئة التي هي قرة عين ولذة للعبد إنما تكون مع الأعمال الصالحة. أما الأعمال السيئة فإنها لا تجلب سعادة، وإن جلبت سعادة فإنها مؤقتة وفانية وفي الوقت نفسه منغصة، بخلاف سعادة العبد بالإيمان والعمل الصالح فإنها دائمة مستمرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو السعادة.